الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول الإعدادي، يسعدني أن أكون معكم في شرح منهج التربية الدينية الإسلامية. بإذن الله تبارك وتعالى هنقوم بشرح الدروس عن طريق هذه الفيديوهات. والنهاردة معنا درس جديد، هو درس الإنسان والهواء. لو جينا نبص كده يا شباب، معانا في الدنيا أو في الكون حولنا نجد أن الله عز وجل خلق كل هذه المخلوقات وأعطاها ما يعينها على الحياة أو على العيش في هذه الدنيا بحياة طبيعية بدون أي مشاكل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان الهواء. لما خلق الهواء في هذا الكون كان له مميزات، كل شيء استفاد من الهواء. تيجي نبص علينا كده نقول لك ان الارض كلها، الكوكب الكره الارضيه يعني، استفاد من الهواء. وهتيجي نبص برضو هنلاقي ان الهواء دوت بالنسبه للانسان هو اهم الأشياء التي تعينه على العيش وعلى الحياة، الأكسجين. وتيجي نبص برضو للنباتات نلاقيها هو أول شيء محتاجه النبات عشان يعرف يعيش في هذه الحياة. الله عز وجل حمل الأرض بهذا الهواء. تعالوا بقى نخش بقى معنا في العناصر كده وركز معايا واحدة واحدة. الله عز وجل خلق هذا الكون وخلق هذه الأرض بقدرة بارعة لا يستطيع أحد أن يفعل مثله، وعشان كده حمى مخلوقاته من أي أضرار. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالناس وبجميع الكائنات الحية أنه خلق هذا الهواء يغلف الأرض دون أن نراه أو أن نلمسه. ليه؟ قال لك لأن الهواء أساسا هو عبارة عن غلاف يحيط بالكرة الأرضية من جميع جوانبها. وعشان كده لما يجي يقول لي ما أهمية الهواء بالنسبة للأرض، أو ما هو درع يحصن الأرض من أخطار أشعة الشمس المهلكة وغيرها من الأخطار التي تتساقط عليها من الفضاء الخارجي، ممكن نيجي نبص نلاقي فيه شهب جاي على الكوكب الأرض أو غير ذلك من الأشياء الصغيرة التي من الممكن أن تسبب ضررا للكوكب الأرضي. الهواء بحماية من الله وبقدرة من الله هو يستطيع أن يحمي هذه الأرض من برودة الفضاء الخارجي ومن أي شيء يتساقط عليها من الفضاء الخارجي، ويحفظ لها الدفء الذي تنشره الشمس. يبقى الهواء ده ليه مميزات؟ ليه مكونات؟ طيب ايه مميزات الهواء؟ خلي بالك معايا ان من مميزات الهواء يدور حول الارض. رقم 2 قال لك ملتصق بها بقوة جاذبيتها. يعني ايه؟ قال لك يعني هو يدور حولها من جميع جوانبها ومرتبط بالجاذبية الارضية عشان يحافظ عليها من اي اضرار خارجي. 3 قال لك لا يتبدد ولا يضيع في الفضاء. تعال اتركز كده، من مميزاته انه يدور حول الارض ويلتصق بقوة الجاذبية الارضية ولا يتبدد ولا يضيع في الفضاء. طيب ودقة صنع الله عز وجل في الهواء الذي نتنفسه في يسر وسهولة. طيب هل الهواء ده يتكون من مكونات؟ يتكون من مكونات. اهم المكونين عندي يتكون من الاكسجين والنيتروجين. الاكسجين يتنفس به الكائنات الحية. رقم 2 النيتروجين. 3 ثاني اكسيد الكربون، واللذين يصلح بهما النباتات. بعد كده انا عندي استخدامات للهواء. الله عز وجل جعل للهواء استخدامات عدة يستفيد منها الجميع بكل شيء، ولكن بقدر معلوم. ازاي بقدر معلوم؟ الله عز وجل
أعطى الهواء لجميع الكائنات بمقدار معين. ليه الهواء بيعمل بنعمل إيه بالهواء؟ قال لك الهواء أساسا يستخدم في نقل اللقاحات بين النباتات. ليه؟ قال لك عشان تثمر، عشان تنتج. وتيجي تبص كده للقرآن الكريم واسمع معايا وخلي بالك أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الموجودة بالدروس حفظ. قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. يبقى الله عز وجل قال: وإن من شيء، أي لا يوجد أي شيء. وخلي بالك، خلي بالك معايا، كلمة شيء جاءت نكرة وتفضل أم الشمول. إلا عندنا، أي عند الله سبحانه وتعالى، خزائنه، نخزنه عندنا، وما نعطيه لكم وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني بمقدار معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح، يعني إيه؟ يعني تحمي أو تحمل الماء أو تحمل اللقاحات التي تكون بين النباتات. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وعطينا لكم كمان ماء عشان نسقيكم به من الإنسان والحيوان وغير ذلك من النباتات. وقعد قال لك حقيقة لا شك فيها وما أنتم له بخازنين، لا تستطيعون أن تفعلوا هذا الشيء. الهواء برضو عندنا بيدير آلات توليد الكهرباء، بيجري يجري المراكب الضخمة التي تشبه الجبال. يعني هو اللي بيحرك السفن، هو اللي بيحرك الجبال، هو اللي بيحرك الفلك، هو اللي بيحرك، هو اللي بيولد كهرباء عن طريق الرياح. وشوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة الشورى الآية 32 و33، وبيقول لك ايه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار هي السفن الجارية في البحر كالأعلام. هي كالأعلام، الأعلام هي الجبال العالية الشامخة. قال الله: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لما يسكن الريح فيظلن رواكد، يعني تكون ثابتة على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى أنا يا حبيبي ركز معايا كده، بعد ما عرفت استخدام الهواء، وبعد ما عرفت مكوناته ومميزاته، بعد ما عرفت حماية الأرض بتتحمى منه ازاي، ده كله مش بيقول لك ان هذه نعم انعم الله علينا؟ يبقى لازم نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فنعم الله عز وجل، شكر نعم الله عز وجل هي عبارة عن عبادة. قال الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا لكي نتنفس بها بهذه الرياح الطيبة اللي هي الهواء، أعطاها لنا لتكون مصدر خير، ومن الممكن أيضا أن تكون مصدر شر. إزاي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لك إيه: نصرت بالصبا. يعني إيه بالصبا؟ هي الريح الطيبة، هي الريح التي تأتي بالخير، هي الريح التي تأتي بالجمال كله. تقول لك دي ريح طيبة جاي مطرة، هي التي نروي بها الأرض، مطر جاي وريح طيبة. أقول لك بقى، قال لك هجيب لك ضدها بقى، هجيب لك أهلك قوم عاد. من قوم عاد؟ قوم عاد دولت قوم كذبوا نبي الله هود عليه السلام، فأهلكهم الله بريح صرصار عاتية ظلت عليهم 7 ليال و8 أيام كما قالها الله في سورة الحق. يقول: وأهلكت عاد بالدبور. بالدبور هي الريح المهلكة، الريح الخبيثة، الريح التي تأتي لهلاك الناس. وعشان كده ربنا قال:
الله الذي يرسل السحاب، الله الذي يرسل السحاب الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يعني يرسل الرياح، يعني يرزقها أن يأمرها أن تسير هنا وهناك فتثير سحابا، يعني تحركه وتنشره على الناس. كسفا معناها قطعا متفرقة، الودق وهو المطر يخرج من خلاله أي من وسطه ومن داخله، ودي معنى الكلمات التي ذكرتها في الحديث. يبقى ركز معايا، الله عز وجل أعطانا نعما كثيرا لا تعد ولا تحصى، كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. تعال نركز معي كده، نذهب كده نروح أنا وأنت سوا كده لأيام الصحابة وأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. نصر الله رسوله والمؤمنين بأن أرسل على الأحزاب ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأصابتهم بالرعب ففروا هاربين. قال الله في حقهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ده درس بتلخيصه إلى شيء ما بتبسيطه. تعال بقى يا حبيبي نشوف، تعال نشوف يلا أضواء على الدرس في سؤال وجواب. يقول لك: ما الأخطار التي يحمينا الهواء منها؟ أقوم قايل له أنه بمثابة درع تحصن الأرض من أخطار أشعة الشمس المهلكة والأخطار التي تتساقط عليها من الفضاء الخارجي، كما يحمي الأرض أيضا من برودة الفضاء الخارجي ويحفظ لها الدفء الذي تنشره الشمس. السؤال الثاني: لماذا لا يتبدد الهواء في الفضاء الخارجي؟ أو أقول له: لأن الهواء يشكل درعا تدور حول الأرض وهو ملتصق بها بقوة جاذبيتها فلا يتبدد ولا يضيع في الفضاء. السؤال الثالث: ما مميزات الهواء ومكوناته؟ أو أقول له: ملتصق بالأرض نتيجة الجاذبية الأرضية فلا يتبدد ولا يضيع في الفضاء. مكوناته أو أقول: يتكون من الأكسجين لتنفس الكائنات الحية ومن النيتروجين وثاني أكسيد الكربون اللذين يصلح بهما النبات. أذكر استخدامات الهواء. أقول له: واحد، نقل حبوب اللقاح بين النباتات فتثمر وتنتشر من مكان لآخر. اثنين، إدارة آلات تولد الكهرباء. ثلاثة، أقوم قايل له: سير المراكب الضخمة على سطح الماء. أربعة، حمل الطائرات العملاقة التي تحمل البضائع والمسافرين والطائرات الحربية لحماية البلاد. بعد كده أقول السؤال الخامس: كيف يشكر الإنسان ربه على نعمة الهواء؟ أقول له: بحسن استخدام الهواء فيجعله مصدر خير وليس مصدر هلاك. اثنين، يواصل البحث العلمي ليوسع مجال استخدام الهواء وللتعرف على مزيد من أسراره. ثلاثة، أقوم قايل: لا يلوثه بغبار المصانع وعوادم السيارات ونشر الغازات الضارة في السلم والحرب. خلي بالك من السؤال اللي جاي ده، مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصبت بالصبا وهلك تعاد بالدبور. حدد الرسول صلى الله عليه وسلم نوعين من الرياح اذكرهما. أقوم قايل له: الصبا وهي الريح الطيبة التي
تأتي بالخير، والدبور هي الريح المهلكة التي تأتي بالهلاك. السؤال بعد كده يقول لك لقد أفاد الهواء عباد الله الصالحين وضر المفسدين، وضح ذلك حيث نصر الله عز وجل رسوله والمؤمنين في غزوة الأحزاب بأن أرسل على الأحزاب ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأصابتهم بالرعب ففروا هاربين. نتعلم من هذا الدرس كيف يحمل هواء الأرض، استخدام الهواء. شكر الله عز وجل، وبذلك نكون قد أخذنا سويا درس الإنسان والهواء، واستفدنا من اللي جه في الدرس. وإن شاء الله عز وجل مع درس جديد وهنتكلم فيه بإذن الله عن بقية منهج الصف الأول الإعداد.